بالنسبة للأستاذة نغم، لها أكتر من سؤال، هنجاوب على سؤالين والتاني نجاوبه في حلقة الرد على الأسئلة. بالنسبة للسؤال، إنها لما بتدخل محل هدوم فبتدي، أو جزارة فبتدي يعني إكرامية للعامل، هل ده بيدخل في إنه رشوة؟ اللي حضرتك بتدفعيه في محل هدوم، جزارة، أي مكان، ما دمتي حضرتك ما بتاخديش حاجة ليست حقا لحضرتك، أو أنت ما دمتي لا تأخذين ما ليس لك حق به، يبقى دي ليست من هذا القبيل، إنما ده نوع من أنك يعني إعانة، لا إكرام لهذا الإنسان كما حضرتك تفضلتي.